أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه تغطية إخبارية من القاهرة عاصمة الخبر. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم زيارة إلى السعودية تستمر 3 أيام. يشارك بينغ خلالها في 3 قمم، من أبرزها القمة الصينية العربية والتي تبحث الأزمات العالمية وفي مقدمتها الطاقة والغذاء وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. في خطوة على طريق توجه العلاقات العربية نحو الشرق، يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة للمملكة العربية السعودية، هي الثانية من نوعها وتشمل عقد 3 قمم، تبدأ بقمة صينية سعودية ثنائية مرورا بقمة صينية خليجية وصولا إلى قمة صينية عربية أوسع نطاقا. زيارة شي جين بينغ تأتي انعكاساً لعلاقات تتسم بالعمق والشراكة بين الرياض وبكين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. ففي عام 1985 انعقد أول اجتماع رسمي بين البلدين، وانطلق بعدها التبادل التجاري في عام 1988 ليسجل قفزة هائلة من 3 مليارات دولار عام 2000 إلى 67 مليار دولار في 2020، حتى أصبحت الصين في مقدمة الشركاء التجاريين للسعودية. عام 2017 شكلت زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين نقلة نوعية أيضاً في العلاقات بين البلدين، حيث تضمنت توقيع اتفاقيات بأكثر من 65 مليار دولار. على النطاق الأوسع، تناقش القمة الصينية العربية أزمات عالمية كالطاقة والغذاء وتداعيات الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن ملفات ثنائية تتصدرها التنمية المشتركة ضمن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني بعد مبادرة الحزام والطريق. وبهدف تعزيز الشراكة مع العرب، من المقرر أن يوقع الوفد الصيني المرافق لشي جين بينغ العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والعسكرية بين بكين والرياض من جانب، وبكين وعدد من الدول العربية من جانب آخر. أهمية كبيرة توليها بكين للمنطقة العربية نظراً لموقعها الاستراتيجي وتنوع أسواقها الكبيرة ومصادر الطاقة بها. فالصين حالياً تعد أكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 330 مليار دولار عام 2021، بعد أن كان لا يتجاوز 37 مليار دولار عام 2004. فيما بلغت استثمارات الصين في الدول العربية 213 مليار و900 مليون دولار خلال 2021. توطيد العلاقات الصينية السعودية بصفة خاصة وتعزيز الشراكة الصينية العربية بصفة عامة يأتي في توقيت مهم لبكين التي بدأت تستعيد نسبياً الحياة الطبيعية مع تخفيف القيود الصارمة لمواجهة فيروس كورونا، تلك القيود التي أثرت بشكل كبير على اقتصادها على مدار عامين. كما تأتي الزيارة في وقت يموج فيه العالم بصراعات وأزمات وتحديات بدأت تفرز العديد من التقاربات الجديدة ومزيداً من الشراكات في المنطقة. هذا وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أعلنت أنه سيتم توقيع اتفاقيات مبدئية بأكثر من 29 مليار دولار خلال القمة السعودية الصينية، ومن المقرر أن تعقد القمة خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم للرياض والتي تستمر ليومين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الصينية بكين نادر رونغ، هو الباحث السياسي. سيد نادر، يعني بعد التحية، أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت وفي ظل أزمات راهنة يشهدها العالم؟
أهلا ومرحبا بكم. هذه الزيارة تعتبر يعني معلما يعني مهما في تاريخ العلاقات الصينية العربية، وكذلك يأتي في وقت الذي يشهد العالم الأزمات العدة، أزمات الطاقة والأمن الغذائي، وكذلك يعني تحديات مثل التغيرات المناخية. فإن هذه الزيارة ستساهم في توطيد العلاقات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والسعودية والدول العربية، وكذلك يمكن هنا الصين تأمل في دفع بناء المجتمع المصري المشترك الصيني العربي لكي يكون هناك التنسيق أوثق وتبادل الدعم أكبر بين الصين والدول العربية. نعم سيد نادر، يعني كما تحدثت هناك أزمات يشهدها العالم من أزمة الغذاء وأزمة الطاقة، وبجانب التحديات زي التحديات المناخية، ولكن لو نتحدث عن أهم الموضوعات المطروحة على طاولة القمم الثلاثة التي ستقام بالرياض، القمم الصينية العربية والقمة الصينية السعودية وأيضا القمة الصينية الخليجية. نعم، أعتقد أهم المجالات هو التعزيز والتعميق للتعاون التجاري والاقتصادي، وكذلك في مجال الطاقة هناك أكيد سيكون هناك دفع قوية لتعزيز هذه الشراكة فيما يتعلق بالطاقة، لأن الدول العربية تعد من أهم الإمدادات للطاقة وضمان الأمن الطاقة للصين. وكذلك الصين لديها قدرة وتقنيات في مجال الطاقة المتجددة، ويمكن تساعد على الدول العربية على تنويع مصادر الطاقة مثل استغلال الطاقة الشمسية والطاقة النووية. وكذلك في مجال التجارة هناك أكيد سيكون هناك قفزة أو تقدما للمفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج، وسيكون هناك تسهيلات كثيرة للتبادل التجاري بين الطرفين. وكذلك في مجال البنية التحتية الصين يعني تقدم خبراتها وقدراتها على تقديم الخدمات للكثير من المشاريع البنية التحتية التي تجري حاليا في الدول العربية. وكذلك في مجال التكنولوجيا عالية مثل الطيران وكذلك الاتصالات، فأعتقد هناك إمكانية كبيرة للتكامل من خلال التعاون وتحقيق الفوز المشترك. إلى أي مدى سيد نادر تعول الصين على هذه القمم الثلاثة، على القمم العربية الصينية والقمة العربية السعودية وأيضا القمة الصينية الخليجية؟ أعتقد الدول العربية هو من يعني من دائما من مقدمات أو أولويات السياسة الخارجية الصينية، فالصين ظلت تولي اهتماما بالغا لتطوير علاقاتها مع الدول العربية، وهناك صداقة تقليدية مع الدول العربية، وكذلك هناك تطور كبير لعلاقات بين الصين ودول الخليج. فأعتقد سيكون هناك يعني زيادة الدعم المتبادل للجانبين، وهناك يعني دعم صيني للتطور والازدهار في الدول العربية والتنمية، وكذلك دعم صيني لإصدار الدول العربية وخاصة دول الخليج سياساتها المستقلة، ودعم صيني لتحقيق يعني النهضة الوطنية. وهناك أيضا دعم من الدول العربية للصين فيما يتعلق بمسألة تايوان وحقوق الإنسان وغيرها من المصالح الجوهرية للصين. فالصين تريد أن تبني مجتمع مصير مشترك للصين العربي لارتفاع ارتقاء بالعلاقات الصينية
العربية. سيد نادر، يعني العالم يشهد أزمات أو تبعات للحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا الصين لاعب رئيسي في العالم وله علاقات مع الجانب الروسي، كيف ستساعد يعني القمم الثلاثة والصين طرف أساسي فيها في حل الأزمة الروسية الأوكرانية أو في تقديم حلول لإنهاء هذه الحرب أو إنهاء هذه الأزمة وتبعاتها؟ طبعا في هذه المسألة الصين دائما تدعو إلى يعني حل المشاكل عبر التفاوض والحوار، والصين دائما تدعو إلى استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وليس بينهما فقط، وكذلك إجراء حوار بين روسيا والناتو وروسيا والولايات المتحدة لإيجاد حل مستدام ومتوازن لهذه الأزمة. وأعتقد في هذا الجانب هناك المواقف متشابهة من الدول العربية، فيعني نحن دائما نقف على جانب الحياد والسلام، ولا نريد زيادة التصعيد والتوتر، ولا نريد يعني صب زيت على نار، وندعو جميع الأطراف لحل المشاكل عبر الحوار والتفاوض. سيد نادر، أيضا هل سيؤثر التعاون الاقتصادي الذي من المفترض أن يتوسع بعد هذه القمم على النفوذ الغربي في المنطقة العربية، وما هي برأيك ردود الأفعال المتوقعة من الغرب؟ أعتقد من الجانب الصيني فالصين تدعو إلى عدم المواجهة مع الدول العربية، فالصين دائما ترى اللعبة ليس لعبة صفرية، فيمكن تحقيق فوز مشترك لجميع الأطراف. فالمنطقة الشرق الأوسط هي كانت قدوة للحضارة العربية، ولا يجب أن تكون يعني منصة للمنافسة الجيوسياسية بين الدول الكبرى، فيجب على هذه المنطقة يعني تعيش بشكل وتطور بشكل مستقل وبإرادة شعوبها. والدول الكبرى يجب أن تحترم سيادتها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية. كانت يعني أعلن بأن الصين ستوقع اتفاقيات مبدئية بأكثر من 29 مليار دولار خلال القمة السعودية الصينية، كيف ستخدم هذه الاتفاقيات الجانبين؟ طبعا أعتقد جميع التعاون الذي تجريه الصين مع الدول العربية هي على أساس الاحترام المتبادل، وكذلك من أجل تحقيق فوز المشترك، فأعتقد أكيد سيخدم المصالح الجانبين، ويعني هذا الإكتمال إمكانية يكمل بعضها البعض، أكيد يعني يكسب الجانبين الفوز المشترك. نعم، ابقى معي سيد نادر، سأعود إليك مرة أخرى، ولكن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من الرياض الدكتور محمد الحربي الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية. بداية بعد التحية، لو نتحدث عن رؤية المملكة لسياسة التوجه يعني نحو الصين في ظل تحفظ أمريكي أيضا تحفظ غربي على هذه التوجهات. مساء الخير، تحية لك سيدة منى ومشاهدي القاهرة الإخبارية الكرام والضيف الكريم من الصين. نحن نتكلم المملكة العربية السعودية بدأت استراتيجية متنوعة تتماهى مع الاقتصاد الكلي العالمي في القرن 21، اللي هي التنوع، التوازن في العلاقات والشراكات الاستراتيجية، هي محور ارتكاز مركز ثقل ما بين الشرق والغرب. حقيقة سنشهد الآن اتفاقات
صفقات إطارية مثل ما تفضلتم في تقريركم 29.5 مليار دولار، هذا العام حجم الاقتصاد يعني بلغ أكثر من خلال 3 سنوات أو 5 سنوات أرقام يعني مذهلة متناهية مرتفعة ما بين الصين. فالمملكة العربية السعودية بصفتها أحد مصدري الطاقة بما نسبته 10% إلى العالم، فهي الآن بدأت السياسة الانفتاحية المباشرة، الاتفاقات، الإطارات العملية الواقعية. حقيقة كسرنا الروتين خلال 5 سنوات، بدأنا ندخل في اتفاقات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. دكتور، يعني لو نتحدث على أن السعودية والخليج أيضا بدأوا بالتوجه والذهاب بثقل أكبر نحو الشرق على حساب الغرب، يعني ما هو المغزى برأيك من هذا التوجه السياسي من هذه الزيارة أو زيادة هذا التعاون الاقتصادي مع الصين؟ شوف، احنا الان سنشهد استاذ منى 3 قمم، القمة السعودية الصينية، القمة الخليجية الصينية، القمة العربية الصينية. حقيقة شهدنا في يوليو الماضي اتفاقيات مؤتمر جدا للامن والتنمية، وهو نفس المسمى كان مع الولايات المتحدة الامريكية، تكتل 6+3 مع الولايات المتحدة الامريكية، لكن الان بمفهوم اوسع. سنشهد مع او الاتجاه الى بوصلة الشرق، ولكن ما زالت العلاقات السعودية الأمريكية استراتيجية ثابتة راسخة. ولكن الآن وفق يعني التوترات التي مرت على العالم، التغير وملامح خارطة جيوسياسية لا نعلم كيف شكلها، تتحدث عن العلاقات مع السعودية والولايات المتحدة وتصفها بأنها استراتيجية، هل دكتور يعني شبه هذه العلاقات بعض التوترات خاصة في الفترة الأخيرة؟ شوف، خلال 5 سنوات الصين أضحت الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية وفق الأرقام، لكن لا ننسى أنه أيضا هناك علاقات ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. حجم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا الآن في 2022 أرقام غير مسبوقة ومفاجئة لم تشهدها منذ عام 2018. الشريك الأول للصين هي الاتحاد الأوروبي، الصين مستثمرة في سوق السندات الأمريكية $1 تريليون، لكن هناك ما زالت نقدر نقول حرب باردة نائمة شرسة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في شرق وجنوب بحر الصين الذي يحوي على ممرات بما يعادل $5 تريليون نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 25%. أريد أن أوصل لك نقطة، يعني فالآن لا، الدول دائما أهم حاجة مصلحتها الذاتية ومن ثم المصالح المشتركة، لا عداوات دائمة، لا صداقات دائمة كما قال وينستون تشرشل، إنما مصالح مشتركة ثابتة. فالمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع دول التكتل العربي، مصر والأردن والعراق، يعني بدأت الآن تعمل بسياسة منفتحة واضحة وشفافة في التعاطي مع كافة الملفات. ونعيد ونكرر إنه مصلحتنا الذاتية ومن ثم المصالح المشتركة. فالصين سوق رئيسي، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. بدأت سياسة الدمج، هي نعرف أن الصين هي في الإطار السياسي المفهوم الشيوعي الاشتراكي، ولكن كمحرك اقتصادي السوق المفتوح والسوق المشتركة. علاقات الصين التجارية ودول أفريقيا مرتفعة جدا جدا، ولكن الآن 30 قائد ومنظمة سيتواجهون مباشرة خلال القمم مع الفريق العمل الصيني، سيدلل كثير من العقوبات. المملكة العربية السعودية لا تعمل منفردة، إنما بمشاركة أشقائها العرب في هذه المرحلة، وخاصة من الأوقات الصينية العربية. سأعود إليك مرة أخرى دكتور محمد، ولكن يوجد بعض المشاكل في الصوت. أنتقل إلى ضيفي في الصين في العاصمة الصينية بكين، سيد نادر. كنا نتحدث عن
طموحات الصين، ما هي طموحات الصين من هذه الزيارة للرئيس الصيني ومن هذه القمم الثلاثة؟ أقصى طموحات الصين بعد هذه القمم الثلاثة، القمم السعودية الصينية وأيضا الصينية الخليجية والصينية أيضا العربية، بعد هذه القمم يعني ما هو طموح الصين؟ هدف الصين هو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الدول العربية وبناء يعني مصير المشترك، مجتمع مصير مشترك الصيني العربي، وزيادة الثقة المتبادلة سياسيا، وكذلك الارتقاء بمستوى التعاون في بين الصين والدول العربية في جميع المجالات. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات من العاصمة الصينية سيد بكين، من العاصمة الصينية بكين سيد نادر رونغ هو الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أنتقل إلى الرياض، الدكتور محمد الحربي الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، بعد التحية مرة أخرى. كنا نتحدث عن التعاون الصيني العربي والخليجي، هل الولايات المتحدة ستكون قلقة بعد هذا التعاون، وأيضا الغرب سيكون قلق على مصالح الاقتصادية وعلى يعني سياساتي في المنطقة؟ أبدا لم يكن قلقا، لأنه حجم التجارة الأوروبية مع الصين هي المرتبة الأولى بما يقارب 600 مليار دولار، الولايات المتحدة الأمريكية التبادل التجاري مع الصين وصل إلى 580 مليار دولار كمرتبة الثالثة. ذكرت لك أن المصالح الذاتية المشتركة وبالتالي التطلع إلى المصالح بشكل عام، الآن السوق بدأت في اقتصاديات القرن 21 اللي هو اقتصاد النفط، الاقتصاد الدائري الكربوني، اقتصاد المعرفي، الذكاء الاصطناعي، التقنيات، فالكل الآن في خضم هذه، خاصة أننا شاهدنا 3 تداعيات، 2008 الأزمة العالمية أو أزمة الرهن العقاري، 2019 كوفيد 19 كبدت العالم، الآن العالم بلغ حجم الديون العالمية 300 تريليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية ربع هذا الحجم، الصين أيضا تأتي في المركز الثاني، ولكن أنه الآن لمصالح الأراضي والشامل الاستراتيجية ما هو أبعد من ذلك. أشكرك شكرا جزيلا من الرياض الدكتور محمد الحربي الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. ومشاهدينا الكرام، نذهب لفاصل قصير ثم نعود بعدها. عقدت اليوم مباحثات القمة المصرية الأردنية العراقية على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث بمقر وزارة الخارجية الأردنية بالعاصمة عمان، وناقش الاجتماع الوزاري الموقف من تنفيذ مشروعات التعاون المطروحة بين الدول الثلاث في الكثير من المجالات تنفيذا لتوجهات صادرة من قادة مصر والأردن والعراق، وذلك في اجتماعاتهم المتعددة لتعزيز المصالح المشتركة، كما تطرق إلى الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات تتطلب التنسيق الثلاثي المستمر، فضلا عن الإسهام في العمل على حلحلة الأزمات التي تمر بها المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استمرار بلادي في التعاون الثلاثي مع مصر والعراق، لافتا إلى أن الاجتماع الثلاثي ناقش العديد من القضايا المشتركة المهمة. وأشار الصفدي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع إلى إنجاز الكثير من البنية القانونية للمشروعات المشتركة مع مصر والعراق، منها بدء العمل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة.
العمل على تنفيذ ما اتفق عليه من مشاريع مستمر وماضي. أنجزنا الكثير فيما يتعلق بالبنية القانونية لهذه المشاريع والتحضيرات الاقتصادية. فيما يتعلق في المنطقة الصناعية العمل مستمر وتم توقيع اتفاقيات للمضي بها. الربط الكهربائي تم توقيع الاتفاقية وبدأ العمل على الأرض من أجل الربط الكهربائي. كما تعلم هنالك ربط كهربائي قائم ما بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة. الآن بدأ العمل على الربط الكهربائي أيضا مع أشقائنا في العراق، والهدف هو أن نربط الشبكات الثلاث حتى يكون هنالك تعاون مستمر في هذا المجال. أيضا على مستوى التعاون التجاري الاقتصادي أيضا تم توقيع عديد الاتفاقات وبدأ تنفيذها. في قطاع النقل أيضا تم تنفيذ التوافق على عديد من المجالات، فبالتالي الإنجاز مستمر. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاجتماع الثلاثي في عمان يهدف لتعزيز الروابط القائمة بالفعل بهدف تحقيق التكامل بين البلدان الثلاثة. وأكد شكري في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع، أكد على استمرار مصر في التنسيق المشترك مع الأردن والعراق لمواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية كافة. الهدف من مؤتمر القادم وهو دعم العراق، دعم العراق لاستعادة استقراره، لتدعيم وتأكيد سيادته ووحدة أراضيه، والتعامل فيما بين الشركاء لمواجهة التحديات، وأيضا تجاوز الأثار اللي ترتبت على العمل البطولي اللي قام به العراق في مقاومة والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي لم تكن تستهدف العراق ولم يقاومها نيابة عن العراق ولكن نيابة عنا جميعا. فهذا عمل أدى إلى تضحيات وأدى إلى تأثير على المخدرات العراقية، وبدون شك أنه لابد أن يكون هناك تضافر في جهود الدول العربية والدول الشركاء لدعم العراق وتجاوز هذه التحديات. قال وزير الخارجية العراقي إن آلية العمل الثلاثية المشتركة مع مصر والأردن تمثل ضرورة حيوية للعراق وتشمل مختلف المجالات. وأشار حسين في كلمته خلال المؤتمر الصحفي إلى أن التعاون بين البلدين الثلاثة يهدف إلى تقوية الشراكة الاقتصادية وخلق حالة من التوازن في العلاقات الدولية بين الدول الشقيقة الثلاثة. حينما نتحدث عن دعم العراق واستمرارية دعم العراق من قبل الدول اللي تشارك في هذا المؤتمر، هذا يعني أيضا دعم سيادة العراق. وفي المؤتمر الأول في بغداد شاركت تركيا وإيران أيضا في المؤتمر، ونتوقع أن يشارك أيضا في المؤتمر القادم. بالنسبة للتدخلات الخارجية في العراق، التدخلات عديدة كانت، وفي هذا الصدد نحن في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشاكل. هناك مشاكل تعود إلى الماضي بعضها، وهناك مشاكل أنه هناك تواجد بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الأراضي العراقية. لدينا التزامات، وهذه الالتزامات تتعلق بالدستور العراقي بعدم السماح لأي منظمة تستعمل الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، ولكن في نفس الوقت لا يمكن القبول بالهجوم على الأراضي العراقية. إذن يجب أن تحل هذه المشاكل عن طريق الحوار، ونحن في تواصل مستمر مع العاصمتين لكي نصل إلى حلول لحماية سيادة العراق، وأيضا لمنع هذه المنظمات أو التنظيمات بالقيام بالعمليات ضد الدول المجاورة. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. آية، بعد التحية، الصفدي أكد في هذه القمة على أن الأردن قال
بالنص مستمرون في آلية التعاون الثلاثي مع مصر والعراق. لو تحدثينا عن أهم الموضوعات والملفات التي تطرقت إليها هذه القمة الثلاثية. نعم أمل، تحياتي لك. قبل قليل صدر عن وزارة الخارجية الأردنية بيان مشترك للدول الثلاثة، أكد فيه البيان بأنه سيكون هناك تعاون في أيام المقبلة للشراكات بين الدول الثلاث، خاصة بأنه كان هناك العديد من الاتفاقيات، وبحسب ما قاله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيكون هناك عمل على أرض الواقع. البيان أكد بأن الأردن ومصر يؤكدون على أهمية استقرار الأمن في العراق وأمن العراق ومن أمن كافة الدول. سيكون أيضا هناك ترتيبات فيما يخص أن يكون هناك مؤتمر بغداد الثاني في الشهر الجاري، سيكون هناك استكمال لمؤتمر بغداد الأول، وذلك من أجل ضمان استقرار العراق والحديث عن كيفية أو آلية السلام واستقرار داخل بغداد والعراق بشكل عام. طبعا دعيني أقول لك بأنه هذه اللقاءات التي حدثت اليوم هي استكمالا لما حدث خلال، طبعا صدر بيان بالأمس أيضا عن الخارجية أكد بأنه آخر لقاء ثلاثي كان بين الأردن ومصر والعراق العربية بالجزائر، تم الاتفاق على أن يكون هناك لقاء في العاصمة عمان من أجل الحديث أكثر عن ما يهم الدول الثلاث وعن القضايا الإقليمية. طبعا القضية الفلسطينية كانت حاضرة على طاولة المباحثات، تحدثوا عن أهمية أن يكون هناك حل جذري للقضية الفلسطينية. أيضا تم الحديث عن القضية التي أكد الوزراء الثلاثة بأنه سيكون هناك تنسيق وتبادل في الخبرات والتجارة من أجل ضمان الأمن الغذائي والمخزون الغذائي في الدول الثلاث، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات بين الأردن ومصر والعراق. أيضا دعيني أقول لك بأن القضية الأوكرانية أو الأزمة الأوكرانية الروسية أيضا تم الاجتماعات خلالها اليوم بين الوزراء الثلاث، وتم الحديث عن أهمية أن يكون هناك مساورات بين الدولتين من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، خاصة وأنها تؤثر بشكل مباشر على الدول الثلاث. استكمالا طبعا هذا اللقاء اليوم هو استكمال لما حدث بالأمس. بالأمس حقيقة وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وصل إلى العاصمة عمان، وكان هناك مباحثات مع نظيره الأردني، وتم الحديث عن مخرجات زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي زار الأردن بالشهر الماضي، والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأيضا الملك عبد الله الثاني زار مصر في الأيام الماضية تقريبا في الأسبوع الماضي. نعم آية، نعم آية أيضا كما ذكرت نعم. الصفدي تحدث عن أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وأيضا شكري تحدث عن أن هذه الدول أو دولنا العربية تواجه تحديات وضغوط اقتصادية كبيرة، كانت هناك تحديات راهنة ومستقبلية تفرض على الدول العربية وتفرض تحديا ثلاثيا. أيضا حسين أيضا أكد على أن آلية العمل المشترك تتضمن مختلف المجالات. آية يعني هل بعد هذه القمة هناك لقاءات ثنائية تجمع الوزراء لمناقشة بعض الموضوعات؟ لو تحدثين عن هذه النقطة. حقيقة يعني بعد المؤتمر الصحفي سيكون هناك استكمال لبعض المواضيع التي سيناقشها الوزراء، ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيكون هناك أيضا مشاورات في هذا النطاق. طبعا يعني بالأمس واليوم هي يعني اتفاقيات يتم مناقشتها، وأيضا قضايا إقليمية يتم مناقشتها، لم تكن فقط يعني القضية الفلسطينية هي القضية المركزية فيما يخص سوريا وليبيا واليمن. التدخلات الخارجية أيضا كانت حاضرة في طاولة النقاش. طبعا كان هناك سؤال من أحد الزملاء في المؤتمر الصحفي فيما يخص التدخلات الإيرانية في العراق، ولكن يعني اتضح بأن هناك توافق بأنه لا بد من الحد من التدخلات الخارجية بكافة أنواعها على الدول العربية وبالأخص في العراق.
يعني هذه القضايا كافة حاضرة، وهذه القضايا سيتم مناقشتها يعني حتى انتهاء زيارة الوزراء، وسيكون هناك كما قلنا من المتوقع لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. طبعا الرئيس وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكدوا بأن المشاورات ستستمر في الأيام المقبلة، خاصة وأنه يتم الترتيب حاليا مؤتمر بغداد الثاني ستكون مصر. إذن التنسيق مستمر بين الدول الثلاثة مصر والأردن والعراق. أشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الأردنية عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة العراقية بغداد مخلد حازم الباحث السياسي والأمني. بعد التحية يعني نتحدث عن تصريح الصفدي بأنهم مستمرون في آلية التعاون الثلاثي مع مصر والعراق، كيف تقرأ هذه التصريحات وكيف ترى أهمية هذه القمة الثلاثية التي تجمع مصر والعراق والأردن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي وتحية لمشاهدين قناة القاهرة الإخبارية. يعني حقيقة هذه اللقاءات وهذا المؤتمر جاء هو استكمالا لما عقد في بغداد مؤتمر القمة في حزيران من 2019، وكان حقيقة يعني مؤتمر في غاية الأهمية، جمع دول العراق ومصر والأردن وناقشوا فيها التحديات التي قد تواجه المنطقة، ناقشوا فيها الكثير من الأمور الاقتصادية في مجال التجارة، في مجال البنى التحتية، في مجال مد أنبوب للنفط، لأن حكم الموقع الجغرافي لهذه البلدان الثلاثة هو مهم جدا في إدامة هذه العلاقات ومن جميع النواحي. وهنالك إمكانية لأن يكون هنالك مشروع الشام الجديد الذي ممكن قد يولد من جديد، وهو على غرار النسق الأوروبي التي ممكن أن يكون في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. العراق عاش عزلة دولية كبيرة لعقدين من الزمن، العراق اليوم يحاول أن يكون فاعلا في هذه المنطقة وهو يمثل عقدة استراتيجية مهمة. هنالك حربا لداعش خاضها العراق ضد الإرهاب، بالتالي هذه الدول جميعا تضامنت مع العراق من أجل بناء عراقا حقيقيا ومن أجل إدامة العلاقات الاقتصادية ما بين العراق ومصر والأردن، وممكن أن يكون هناك انفتاح على دول أخرى في هذا المجال. نعم سيد مخلد، لو تحدثنا عن التعاون الأمني، يعني تعلم أن الجانب الأمني هو مهم جدا للدول الثلاث، لو تضعنا في صورة يعني هذا التعاون. يعني حقيقة نحن نتمنى أن يكون هنالك تعاون أمني عالي المستوى وتبادل المعلومات، نتمنى أن يكون هنالك قوة عربية مشتركة تجمع هذه الدول وغيرها في مواجهة أي تحديات قد تكون وتحصل في هذه المنطقة. التعاون الأمني مهم في هذه المرحلة لأن التحديات هي كبيرة، يعني داعش لا يزال موجود، لا يزال يقوم بعمليات وضربات، لذلك التعاون الأمني فيما بين هذه الدول هو فعال، يجب أن يكون تنسيق عالي المستوى، يجب أن يكون هنالك ربط للحدود الأمنية بين هذه المنطقة والمناطق الأخرى. بالتالي العراق اليوم يعاني من تدخلات كبيرة سواء من إيران، سواء من تركيا، سواء من دول أخرى، بالتالي إذا ما انضم يعني العراق إلى هذه اللحمة الدولية بالتالي سيكون هنالك أكيد كلمة عربية حقيقية ممكن أن تمنع هذه التحديات في المجتمع الدولي. نعم سيد مخلد، يعني القمة الأردنية العراقية المصرية هي بداية للتحضير لقمة بغداد في النسخة الثانية في عمان لدعم العراق للخروج من أزماته، كيف تقرأ يعني هذا؟ يعني بالتأكيد هنالك عندما انتهت القمة في بغداد كان هنالك يعني في بيانها الختامي ان هنالك ستكون إمكانية لقمم أخرى في بلد آخر، لكن المضمون الذي تم الاتفاق عليه والتسمية هو
بقى على أنه يكون مؤتمر بغداد، وهذا هو يعني يضفي إلى أن هذه الدول هي تريد أن يعني تكون في مساعدة العراق في خروجه من الأزمات. بالتالي هذه المؤتمرات الثانوية التي تحصل اليوم هو التهيئ لقمة في عمان، قد تكون هذه القمة بمشاركة دولية أكثر مما كانت في العراق، وبالتالي هذا يعتبر إنجازا للعراق والدول المحيطة، لأن الارتباط الجيوسياسي والجيواقتصادي فيما بين هذه الدول يجعل أن هنالك ترابطا حقيقيا قد حصل فيما بين هذه الدول. لكن نحن نعلم أن هنالك تحديات أخرى في المنطقة يعني تحاول منع أن يكون العراق ضمن هذا المحور. هل من الممكن أن تنضم دول عربية أخرى لهذه القمة؟ هل هذا من المتوقع حدوثه؟ نعم، هنالك دول ممكن أن تدخل، هنالك يعني إمكانية لدول هي سعت إلى أن يعني يتم اجتماع هذه الدول الثلاثة، وبالتالي هي تكون راعية، تكون هي داعمة، تكون هي أساس في هذا التأسيس الجديد، لأن هذه الدول الثلاثة هي عندما أسست لمؤتمر وأسست لقمة يتناول موضوع البنى التحتية في مد أنابيب النفط، في الاقتصاد، في التنمية، هذه تعتبر تحديات، مواجهة تحديات كبيرة في المنطقة. بالتالي الدول العربية أيضا تكون راعية لهذه المؤتمر، وبالتالي تكون هي أيضا مساندة لمواجهة هذه التحديات في هذه المنطقة. إذن هذه القمة الثلاثية ستساعد في تحقيق التنمية للدول الثلاثة من العاصمة العراقية بغداد. مخلد حازم الباحث السياسي والأمني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات. الآن مشاهدين إلى ملف آخر في هذه التغطية، وفيه نتناول جانبا من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الجانب الاقتصادي والمالي، والذي ظهر في الاجتماعات الأخيرة لوزراء المالية الأوروبيين، حيث استخدمت المجر حق النقد ضد قرض قيمته تقدر ب 18 مليار يورو لأوكرانيا يموله الاتحاد الأوروبي. وفي اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، قررت الدول الأعضاء بالتكتل إرجاء أي قرار بشأن 7.5 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر. من جديد تغرد المجر خارج السرب، وتطلق صافرة اعتراض على سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدعم اللانهائي لأوكرانيا. التوجه المجري ظهر بشكل جلي خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، إذ استخدمت بودابست حق النقد ضد قرض مقترح قيمته 18 مليار يورو لأوكرانيا. وفي المقابل قرر التكتل الأوروبي إرجاء اتخاذ قرار بشأن حصول المجر على 7.5 مليارات يورو من مخصصات بروكسل. في غضون ذلك اقترح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بدوره أن تمنح كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مساعدات مالية من ميزانيتها الخاصة من خلال اتفاقيات ثنائية بعيداً عن إثقال التكتل بالديون. موقف المجري ليس جديداً، فقد رفض رئيس الوزراء فيكتور أوربان منذ بداية الحرب في أوكرانيا تزويد كييف بالدعم العسكري، بل وخلافاً للخطى الأوروبية منعت المجر شحنات الأسلحة من العبور عبر أراضيها إلى أوكرانيا المجاورة. وقبل نحو أسبوعين أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو رفض بلاده المشاركة في المهمة التدريبية التي أعلن عنها المجلس الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية. وعلى نفس النهج المغاير، تعد المجر واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعارض سياسة العقوبات ضد روسيا، وترى أنها مضرة بأوروبا أكثر من كونها مضرة بموسكو. وتتعالى أصوات المجر مع كل عقوبات يعلنها الاتحاد على موسكو، خاصة أنها تعتمد على الغاز الروسي لتلبية 85% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن عبر الهاتف الدكتور أنور القاسم الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور أنور، نتحدث عن في ظل الموقف المجري، ما هو مستقبل
العقوبات يعني الغربية على موسكو، وهل الاتحاد الأوروبي ما زال موحد ومتماسك بعد موقف يعني المجر، أم بدأ يمل من الحرب الروسية وتبعات هذه الحرب الروسية الأوكرانية عليه؟ يعني واضح تماما أن الأوروبيين يعتبرون أن هذه الحرب موجهة لهم بشكل خاص، وبالتالي هم مجبرون على أن يردوا على موسكو أو أن يوقفوا تلك الحرب. الانقسام في الموقف الأوروبي ليس جديدا، نحن نتحدث عن 27 دولة، كل دولة لها سياسة خارجية ومصالح تتشابك مع الاتحاد الأوروبي وتتضارب أحيانا. مثلا ألمانيا لديها سياسة تختلف عن سياسة فرنسا تجاه هذه الأزمة، رغم التوحد الجميع حقيقة مؤخرا على اعتماد وتبني سقف لأسعار النفط الروسي بحدود 60 جنيها 60 دولارا أمريكيا. لكن هناك المجر تاريخيا قريبة جدا من أوكرانيا وأيضا من روسيا، وبالتالي هي تعتمد كليا على روسيا بمجال الطاقة، وبالتالي لا أعتقد أن المجر ستغير رأيها. لكن الأوروبيون قد يتجاوزون المجر بطرق أخرى، لأن قرارات الاتحاد الأوروبي كما هو معروف هي قرارات جماعية يجب أن توافق عليها جميع الدول، وليس يعني إذا رفضت أي دولة فإن ذلك سيفشل، وهذا ما حصل يوم أمس. هناك مجموعة من القوانين الهامة كلها مرتبطة ببعضها لم يستطع الاتحاد الأوروبي التصويت عليها، رحلها الآن إلى قمة الرؤساء. دكتور أنور، كيف يمكن أن تستغل روسيا الموقف المجري في ظل تحديد الاتحاد الأوروبي سعر برميل النفط الروسي ب60 دولار كما حضرتك ذكرت، وأزمة الطاقة ما زالت مستمرة وستزداد في الشتاء في أوروبا؟ يعني واضح تماما أن أن القرار الأوروبي سينفذ، يعني خاصة تحديد سقف للواردات، سقف لأسعار النفط الروسي. أيضا هناك خبر آخر وهو أيضا وقف الصادرات البحرية الروسية هذه القادمة إلى أوروبا، لكن استثناء، هناك استثناء هام جدا وهو خطوط النفط الروسية التي تمد أوروبا، هذه لم تمس. ونحن نعلم أن أوروبا، أن روسيا تزود أوروبا بحدود تقريبا 65% من الطاقة عبر ناقلات بحرية، هذا يعني خسارة كبيرة جدا لروسيا. لكن أيضا بالمقابل حتى الآن أوروبا عاجزة كليا عن إيجاد بدائل كاملة للنفط والغاز الروسيين. طبعا روسيا الآن قالت إنها ستتخذ إجراءا وستتخذ قرارا ردا على العقوبات، قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط والغاز إلى أوروبا، وهذه ستكون كارثة كبيرة. إذن هذا سلاح ذو حدين حقيقة، يفيد الأوروبيين وبنفس الوقت يضر الأوروبيين. دكتور أنور، هل الفيتو المجري هل سيضعف موقف أوروبا في مواجهة موسكو؟ واضح تماما أن هذا الموقف يضعف دائما يضعف موقف أوروبا، وروسيا تعول على هذا الموقف بشكل كبير. لا ننسى أن هناك دول أخرى أيضا، نحن نعلم أن هناك ثلاث دول أوروبية شرقية استثنيت من القوانين الأوروبية بعد رفض هذه الدول، يعني بعد رفضها للشروط الأوروبية، وقالت إن لديها سياسة خاصة يجب أن تحترم، وبالتالي رضخ الأوروبيون واستثنوا هذه الدول. أنا أعتقد أن المجر ستبقى دائما حجر عثرة في هذا الموضوع، لكن أنا أعتقد أيضا أن العقوبات الأوروبية على المجر وحرمان المجر من 13 مليارا هي مساعدات سنوية من الاتحاد الأوروبي قد يضعف أيضا موقف المجر ويدفع المجر يعني تخفيف لهجتها تجاه أوروبا، وأيضا تخفيف الدعم غير المباشر لروسيا. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أنور القاسم الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.
إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. هنا القاهرة عاصمة الخبر، إلى اللقاء.